بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج احوال شخصيه النهارده هنتكلم عن مرض من اشد امراض القلب قسوه الذي يبغضها الله عز وجل ويبغضها رسوله الكريم عليه افضل الصلاه والسلام الجحود ونكران الجميل تغيرت احوال الناس وتبدلت القيم والمثل فاصبح رد الاحسان الغدر رد العطاء نكران الجميل رد الاخلاص الكذب والرياء والنفاق فالجحود متعدده الاشكال جحود الابن لوالديه جحود الاخ لاخيه جحود الصديق لصديقه جحود التلميذ لمعلمه فالجحود تحتاج مننا الى توضيح وتفسير ادق ولهذا خلينا نرحب بفضيله الشيخ حمدان الصالح اهلا وسهلا اهلا بحضرتك فضيله أهلاً الشيخ اهلا وسهلا لما نقول جحود نعم. ما معنى الجحود اقول بدايه الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله سلام. عليه وسلم سلام. هذه الكلمه لها في اللغه اكثر من معنى يعني الامام الجوهري رحمه الله قال الجحود هو الانكار يعني انكار الجميل أحد الناس أزدى إليك معروفا أتى إليك بمعروف فيقابل المعروف بالإساءة وقالوا هو إثبات ما في القلب نفيه أو نفي ما في القلب إثباته يعني أن الإنسان لا يعترف بالحق ولا يعترف بالمعروف وأنه دائم النكران الجميل وهذه صفة زميمة وخلق سيء من الأخلاق السيئة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنها القرآن في كثير من المواضع هل بيئة الشخص ممكن تجعله أو الظروف المعيشية ممكن تجعله جاحد؟ الجحود هو في الغالب هي صفة ذاتية يعني بتنبع من الشخص نفسه ربما البيئة المحيطة بالإنسان تجعل الإنسان أكثر جحودا يعني هو هو الصفة هذه الصفة الذميمة ربما يكون جبل عليها يعني هو مولود كده طيب الانسان الجاحد ده بطبعه وهو عنده هذا الخلق الذميم آه ربما البيئه التي تحيط به هي التي تنمي وتزيد عنده آه مساله الجحود وربما آه تزيل من عنده آه هذا الخلق الذميم لو كان هناك تربيه صحيحه ولو كان هناك آه اب آه فعلا عنده آه اسلوب تربوي جميل ام ترعى آه ابنائها فتشوف الصفه دي في ابنها وهو صغير فتحاول ان تزيل هذه الصفه إيه اللي بيخلي الشخص جاحد؟ إيه الأسباب؟ الجحود أحيانًا ربما أحيانًا يعني الفقر يكون سبب في هذا الأمر م. إنسان لما يلاقي نفسه فقير و... ولا يجد من يحن عليه ف... فيبدأ عنده حقد لمن حوله من الأغنياء ومن الناس فيبقى زي ما بيقولوا بتاع مصلحته أول مصلحة مع فلان يبقى يتودد إليه و... ويذهب إليه و... ويتحسن في المعاملة أول ما يأخذ مصلحته وكانه لا يعرف ولا ولا ازدى اليه جميلا بس صفة الذميمه اللي انتشرت الفتره دي جدا هي للاسف ممكن يكون كمان سبب الابتلاء اللي احنا فيه ده سبب من الاسباب الجهود ما هو الجحود يعني جحود مع الجحود اقبح الجحود ان يكون الجحود مع الله سبحانه وتعالى عايزين اه عايزين بقى نعرف صور الجحود اه صور الجحود يعني في جحود بايات الله في جحود بانكار نعم الله سبحانه وتعالى آه ان الانسان خلق هلوع ان الانسان لربه لكنود يعني كنود يعني جحود كافر بنعم الله سبحانه وتعالى الامام الحسن البصري رحمه الله يقول يقول يعني يعدد الشدائد وينسى النعم يعني يبدا يتكلم انا ده انا حصل لي حادثه مش عارف يوم كذا انا فقدت مالي مش عارف آه ايه انا شغلي حصل او اللي آه يبدا يعدد الشدائد م. وينسى نعم الله عليه سبحانه وتعالى إن الإنسان لربه لربه لإيه؟ لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، هو معترف بهذا الأمر. وإنه لحب الخير لشديد، حب المال شديد إليه، فيجعله جاحداً. يبقى من أسباب اكتساب الجحود الطمع، وحب المال، والحقد، وقسوة القلب، والتربية غير الصحيحة، كل دي تخلي الإنسان، عياذاً بالله، جاحداً يعني. أظن النشأة دي أهم شيء. آه نعم الاسرة عليها دور كبير جدا يعني وخصوصا الام والاب طبعا الام لابد ان هي تبحث في عيوب ابنائها تشوف هو ايه اخلاقه؟ ايه الخلق اللي محتاج تقويم؟ الاب كذلك يشوف لو الابن ده عنده حقد وعنده غل وكل حاجة عايزها ليه ودايما يتودد لاخواته لما ياخد منهم مثلا الالعاب بتاعتهم او الحاجة اللي في ايديهم ثم ينقلب عليهم هذا هذا هو الجاحد فيبدأوا يعني يدق جرس الإنذار إن الابن ده ممكن لما يكبر يزيد عنده هذا الأمر ويبتعد عنه الناس ويكرهه الناس ويبغضه الله سبحانه وتعالى لأن هذا خلق سيء من الأخلاق الذميمة التي يكرهها الله سبحانه وتعالى ويبغضها رب العزة سبحانه وتعالى ويبغضها النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس الذي لا يشكر المعروف للناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى، اذا كان كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال من اسدى اليكم معروفا فكافئوه، اللي يعمل معاك جميله ويعمل معاك معروف حاول تجامله تقدم له هديه تحاول تكافئه بمثل ما فعل معك، وان لم تستطع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فادعوا له حتى تشعر وتحس انك قد كافاته، يعني تفضل حتى انت مش قادر تقدم له الهديه اللي أعطاه لك او المعروف اللي قدمه لك يعني الدعاء لا تدفع عليه مالا يعني الجحود من الكبائر الجحود صفه ذميمه تدخل الانسان في الكبائر وتدخل الانسان النار عياذا بالله وتوجب للانسان اللعنه يعني امر خطير جدا الانسان لما يكفر نعم الله عليه لما يكفر جميل الوالدين لما يكفر جميل الصديق لما يكفر جميل المعلم ويجحد نعمة المعلم عليه وفضله عليه أه لما تكفر الزوجة أه جميل زوجها ولما يكفر الزوج ويجحد جميل زوجته كل هذا هذا من, من الكبائر لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أه عن المرأة التي لا تشكر لزوجها قال رأيتكن أكثر أهل النار من هم من الفئة دي من النساء أكثر أهل النار اللي هي تكفر العشير لو أحسن إليها الدهر كله ثم فعل معها امرا سيئا قالت ما رايت منك خيرا قط وكذلك الرجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، الرجل الذي الذي ينكر ويجحد جميل زوجته التي وقفت معه بجواره والتي اخذت معه المشوار من بدايته، بدات معه من الصفر حتى اصبح فلان به واصبح معه المال الكثير، ثم ان استقوى بالمال طردها وسبها وشتمها وفعل معها ما لا يرضي الله عز وجل. فعلا إذا أكرمت اللئيم تمرد؟ نعم، هذا هذا الحقيقي. بيت شعري يعني <applause> معناه صحيح يعني. إن 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 أكرمت الكريم ملكته. آه. الإنسان الكريم لما تبدي له معروفا يحفظ لك هذا الجميل طوال حياته. مم. أبدا عمره ما،, ما ما يتجرأ عليك، أبدا عمره ما يحاول إن هو يؤذيك. وإذا وإن أكرمت وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. ولذلك بعض الناس يقولون اتقي شر من احسنت اليه كنت لسه نفس المثل <applause> اه اتقي شر من احسنت اليه ولكن <applause> نحن نقول في هذا الدين السمح دين الاسلام العظيم الذي علم الناس الاخلاق والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق صلى الله عليه وسلم <applause> وقال احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا قال العلماء اتقي شر من احسنت اليه بزياده الاحسان اليه <applause> يعني اتقي يعني. شر من احسنت اليه بزياده الاحسان اليه. امرنا ربنا في سبحانه وتعالى في القران ان نسايس البشر ونتخذ الشيطان عدو قال ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. وقال ان الشيطان كان لكم عدوا فاتخذوه عدوا، يبقى عدو الانس نحاول أن احنا نتلطف معه ونسايسه ونحاول ان احنا نسدي اليه المعروف بزياده حتى يشعر ويحس بما نفعله معه. وإذا كنت تفعل هذا الأمر فافعله لله عز وجل، لا تنظر إلى إلى رد فعل البشر يعني. بالظبط كده، نعم. حكيت يا يعني الواحد يعمل معروف وما ما يفكرش في رد الفعل لا لا يعني لا إطلاقا يعني المثل اللي. بتاعنا القديم يقول إيه؟ يقول إيه إعمل معروف رمي البحر، لا إحنا ما نقولش رمي البحر بقى. لا طبعا عند ربنا. أعمل المعروف لله. بالظبط كده. فَوَمَا تقدموا لأنفسكم من شيء ها تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. عقاب ناس الجحود ونكر الجميل في الدنيا وفي الآخرة نعم سؤال سؤال جميل يعني أشكرك عليه والله لاني فعلا الناس وده من أسباب العلاج أن أنا يعني قدامي كده العقوبة فأعرف أن في عقوبة شديدة جدا أكيد. وأعرف إن, أن ربنا سبحانه وتعالى يحاسبني على هذا الجحود فأتقي الله عز وجل وأتراجع عن ما أفعله من جحود أول شيء غضب من الله سبحانه وتعالى على الجاحد يغضب الله عليه سبحانه وتعالى وفي بعض الآيات فيه لعنة أه عياذا بالله، لعنة على الجاحد. طيب، الأمر الثاني الذي يبدل نعمة الله سبحانه وتعالى ويجحد نعم الله عليه ويجحد المعروف في الدنيا، أه الله سبحانه وتعالى يعاقبه بزوال النعم. أكيد بزوال أه النعم، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه قاعدا أو قائما فلما كشفنا ما به من ضر مرة كأن لم يدعنا لدر مسه يعني ايه؟ يعني الانسان ب... يعني اول ما يكون في مشكله يبدا يلجا الى الله ويدعو الله عز وجل ويتقرب الى الله اول ما يجيله بقى الطلب اللي طلبه ولا كانه كان بيدعي قبل كده ولا اي حاجه ولذلك الله سبحانه وتعالى يحذر احنا بنشوف الامراض اللي بتحصل دلوقتي عندنا كورونا دلوقتي وكان قبل كده انفلونزا الطيور والخنازير وال والامراض اللي كانت لم تكن في اسلافنا كل ده سبب من الاسباب من اسباب الجحود نعم الله سبحانه وتعالى أكيد. لان احنا استخدمنا هذه النعم في مبارزه الله بالمعاصي والذنوب وانقلبنا فاعطانا الله البصر فاستخدمناه فيما يغضب الله، أعطانا السمع فاستخدمناه فيما يغضب الله، أعطانا اليد فاليد تسرق تسرق وتبطش وتقتل كل هذه الأمور جحود لنعم الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى ضرب مثلا في القرآن، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان ماذا فعلت؟ فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الله أكبر. يعني العقوبة بما صنع الإنسان من جحود الله سبحانه وتعالى يستبدل هذا الإنسان ويستبدل هذه النعم التي عنده فيسلبها منه أكيد. والنبي صلى الله عليه وسلم له حديث جميل في في عجالة سريعة قصة الأبرص والأقرع والأعمى يعني الثلاث نماذج دول ربنا سبحانه وتعالى أرسل لهم ملك للاختبار واحد أبرص كذر كذره الناس بعدت عنه الناس واحد اقرع بعد عنه الناس واحد اعمى بعد عنه الناس فراح ربنا بعد سبحانه وتعالى ارسل اليهم ملك على صوره انسان الملك ده جالهم قال لهم انت بتتمنوا ايه الابرص قال انا عايز جلد حسن ويذهب عني ما قد كذرني الناس والاقرح كذلك والاعمى كذلك ثم قال لهم ماذا تحبون من المال الاول قال الابل والثاني البقر والتاني الغنم فاعطاه ومسح على ظهري وبارك له فاصبح كل واحد عنده وادي من الغنم وادي من البقر وادي من الايه من الجمال ثم جاءهم بنفس الصوره بعد فتره وكل واحد بقى اصبح ملياردير مش مليونير وادي يعني تخيل الوادي ده يعني اقل حاجه في الوادي ان يكون نص كيلو نص كيلو مليان مثلا بقر او غنم او او ابل يعني فجاءه بعد فتره راح للابرص قال له انا راجل فقير انقطع بي السبل اديني ناقه اوصل بها الى بلدي قال الحقوق كثيره قال كاني اعرفك مش انت اللي كنت زمان فقير ومش ما عندكش حاجه وكنت ابرز وقد قذرك الناس واعطاك الله جلدا حسنا ومالا قال انما ورثت هذا المال كابرا عن كابر شوف الجحود بقى انا <applause> يعني ورثت كابر عن كابر ده اب عن جدا انا اصلا غني من يومي قال ان كنت كذبت سيرك الله الى ما كنت يعني واحد من قديم الازل من قديم الازل <applause> يعني الانسان يعني الانسان قتل الانسان ما اكفره كثير ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول وقليل من عبادي الشكور هل الشخص الجاحد ممكن قلبه يلين يلين ال, 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 ال هو احنا احنا عندنا زي ما قالوا العلماء قالوا ال 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 الاخلاق في اخلاق فطريه يعني بتولد مع الانسان وفي اخلاق مكتسبة لو الانسان ده, ده ممكن يكون شخص جاحد وملتزم وبيصلي ما هو ده, وهو ده جاحد دي دي المصيبه بقى يعني كتير يعني جدا يعني انا جداً. لسه لسه الاسبوع ده بس يمكن الحلقه لما حضرتك قلتي لي على عنوان الحلقه قلت لك يعني ربنا يبارك فيك احسنتي في اختيار الموضوع لاني انا جالي في الاسبوع ده بس اربع نماذج للجحود وكلهم من سيدات ما هي من الابتلاءات اللي احنا فيها اللي ده جهود. لا كمان ال 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 الناس هانت عليها العشره آه يعني الزوج يبدا يستغل زوجته وياخد خيرها كله مم. وفي الاخر يرميها مم. امر امر سيء جدا ونكران للجميل وخسة في الطبع يعني اقول للزوج وللزوج اتقي الله عز وجل الناس ما بقاش عندها رحمه للاسف الشديد ما هو ليه ما عندهمش رحمه؟ لان احنا بعدنا عن الاسلام مم. يعني هي, هي 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 هذه الكلمه الاسلام جعل كل شيء في نصابه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شاردة ولا واردة إلا دلنا عليها يعني ما فيش حاجة خالص النبي صلى الله عليه وسلم سبهنا يعني حتى انك انت تتعامل ازاي مع الناس تتعامل مع من اسدى اليك معروفا تتعامل ازاي مع الزوجه الزوجه تتعامل مع زوجها ازاي كل هذا في الاسلام وجعل له النبي صلى الله عليه وسلم حدودا على وجعل عقوبات لمن ترك هذا الامر لذلك اصبحت القلوب قاسيه لبعدها عن ذكر الله سبحانه وتعالى قد نبتلي باشخاص واحنا مضطرين ان احنا نتعامل معاهم وهم ناس هؤلاء الاشخاص جاحدين ازاي نتعامل معاهم؟ هو التعامل مع الجاحد احنا لسه كنا من شويه بنقول ايه؟ اتق شر من احسنت اليه بزياده الاحسان اليه. لازم الانسان يحاول ان هو يوضح ليه لو كان قريب ليه يجيبها له بطريقه كويسه عدينه نصيحه. يعني وادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. يعني اقدم الحكمه على طبق من ذهب. احاول ان انا اتقرب اليه وانصحه ان هو يبتعد عن هذا الامر طيب مم. كل ما اتعامل معه يزيد في الاساءه ويزيد في 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 الجحود لا يعني انت انت مطالب بس انك انت لا لا, لا, لا تخاصمه بمعنى ان انا ابتعد عنه طالما انه لا يعني هل تركهم ده الترك بعدم الخصام بمعنى تجاهل هو يعني هو احنا عندنا في في عقوبه في الاسلام اسمها مم. الهجر في الله مم. يعني زي ما بنقول الهجر والخصام حرام أحياناً الهجر في الله يكون للإنسان إذا علم أنه لما يهجره ويبتعد عنه و... و... ولا يعامله كما كان يعامله ده يجيب نتيجة معاه يهجره. وده من الإسلام، إحنا عارفين قصة الثلاثة الذين خُلفوا من ضمنهم كعب بن مالك. كعب بن مالك لما ابتعد عنهم الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش بي... بيتعاملوا معهم نهائي. حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ولما تابوا ورجعوا إلى الله فقبل الله توبتهم وأنزل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة بتوبة هؤلاء. فالهجر في الله من من اسباب العلاج يعني طب لو انا شخص جاحد ابعد نفسي ازاي عن هذه الصفه الذميمه ال ال يعني نقول بقى العلاج يعني, يعني لا لا, لا انا ابتعد ازاي عن 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 الجحود بالظبط اه لابد ان 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 زي ما احنا قلنا من لا يشكر الناس لا يشكر الله احاول ادرب نفسي بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الحلم بالتحلم على انما الصبر بالتصبر بمعنى انسان ما عندوش صبر فيعمل ايه يروح يتدرب على الصبر حتى يكون صابرا ما عندوش حلم بيغضب بسرعه وبيتنرفزه يتدرب على الحلم انما الحلم بالتحلم احاول ان انا ادرب نفسي اعمل ايه عشان خاطر اكون كويس اعمل ايه عشان خاطر ان انا اكون الـ 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 الامر ده محتاج تدريب ومحتاج صبر وربنا سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الذي يجاهد اول شيء لازم احط دي على المرض هو ده مرض نفسي آه آه هو مرض قلبي مش م. نفسي لان القلوب دي آه يعني آه امر آه جعله الله هذه المضغه القلب ده اذا صلح صلح الجسد كله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستقيم ايمان العبد حتى يستقيم لسانه انا مش هستقيم الا لساني ما يستقيم م. ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه مم. يعني القلب ده هو ملك الجوارح لو القلب ده مليان حقد ومليان غل ومليان طمع ومليان أنانية ومليان أخلاق ذميمة عمره ما هيتعدل هذا القلب وهيفضل الإنسان طول حياته جاحد عياذا بالله وفي فرق لكن فرق ي... بين الجحود ونكران الجميل؟ هو الجحود زي ما عرفه الإمام الجوهري قال هو ان... ال... ال... الجحود يعني نكران الجميل ده بند من الجحود بس الجحود ليه معاني كثيرة جدا، يعني الجحود في جحود بـ 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 بآيات الله، في جحود في في جحود بالبعد عن الطريق المستقيم، ده ده جحود، في جحود الأب لأولاده، وفي جحود الأبناء للوالدين، وفي جحود الزوجة لزوجها، الجحود له معاني كثيرة ومنه الكفر. يعني الجحود من معاني الجحود الكفران. إن الإنسان خلق هلوعة دايما انسان عنده اضطرابات نفسيه ودايما خايف خايف ان هو يخسر المال خايف ان هو يخسر المنصب خايف فيبدا يبقى يدخل عنده الطمع ويدخل عنده الجحود يبقى بتاع مصلحته يحاول يتقرب للناس حتى يحصل على ما يريد وعندما يحصل على ما يريد يبدا ايه في نكران الجنة. سبب الجريد. الاساسي الطمع نعم من الجحود نعم سبب اساسي الطمع الطمع طبعا من اسباب الجهود أو سبب قلبي. الطمع اه الانسان الطماع دايما جاحد لانه عنده انانيه عايز كل حاجه ليه آه. وما بيرتاحش الا لما ياخد كل اصل هو الجحود هي كلمه شامله لاخلاق كثيره ذميمه مم. يعني يدخل تحت الجحود الطمع يدخل الانانيه يدخل تحت الجحود الحسد الحسد كمان انكار أطبع. الجميل وانكار المعروف مم. يدخل آه. هذه كل كل هذه الاخلاق السيئه تدخل تحت كلمه الجحود مم. ولذلك لابد للانسان أن يشكر للناس ويشكر لله سبحانه وتعالى حتى تزيد النعم عنده فيحرم الإنسان الرزق بالذنب يصيبه لأنه جحد ربنا سبحانه وتعالى في نعمه الذنب الذنب عمل الذنب ينزل عليه الرزق من السماء فيحرم هذا الرزق بسبب إيه؟ الذنب وقال العلماء ما نزل بلاء إلا بذنب إلا بجحود وما رفع إلا بتوبة يعني اللي احنا بنشوفه حوالينا ده كله المصائب اللي فيها العالم ده كله بسبب ايه؟ بسبب جحودهم مع الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى اعطانا كل هذه النعم وانزل علينا كل هذا وفي نهايه الامر بعض الناس تعبد الشمس وتعبد البقر ولا يوحدوا الله سبحانه وتعالى. يعني فلا بد ان الانسان يكون شاكر ولذلك ربنا سبحانه وتعالى امر سيدنا داود قال واعملوا آل داود شكرا الشكر العملي اصل احنا احنا اتعودنا تسال حد تقول له انت اخبارك ايه؟ يقول لك الحمد لله ويبوس ايديه ووشه وظهره طيب فين بقى الشكر العملي؟ انت عايز شكر عملي طيب اخيرا نعم. فوجئنا كده آه، علاج الجحود نعم علاج الجحود اول حاجه لابد ان اعلم واقرا عن عقوبه الجحود مم. حتى الطعن ما هو إيه؟ ده انذار الجاحد ده النعم تزال من عنده ربنا سبحانه وتعالى يسلب منه النعف في الدنيا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب اجدر ان يعجل الله له العقوبه في الدنيا دون ما يدخره من العقاب يوم القيامه البغي وقطيعه الرحم الجحود ده هتتعاقب عليه في الدنيا فلازم اعرف ان في عقوبه فالتعز ارجع الامر الثاني وقلناه هو التدريب العملي على عدم الجحود دايما احاول اخلي لساني دايما شكرا الف شكر شكرين جدا جزاك الله خيرا كثير من, من الامور ان شاء الله إن شاء تحتاج الله. الى حلقات وربنا يبارك في حضرتك شكرا. شكرا لك فضيله الشيخ على هذا اللقاء ربنا يبارك وكده تكون خلصت حلقتنا انتظروني في حلقه قادمه والى اللقاء